محمد حمائي يروي تفاصيل لقائه بزوجته. أعجب بها منذ اللقاء الأول، وتعرف على أسرتها وتقرب منها بطريقته الخاصة. محمد حمائي كان ضيف برنامج بيج تايم بودكاست مع عمر أديب، وتحدث عن علاقته بزوجته وتفاصيل لقائهما الأول. روى حمائي أن زوجته كانت مصممة أزياء، والتقى بها لأول مرة في 2010، وذلك عندما أقامت افتتاح مجموعة أزياء في فيلا جدها حسن درة في الزمالك، وأنا حضرت وتعرفت عليها وكانت والدتها موجودة بالصدفة. حمائي أكد أنه بعد اللقاء الأول ارتبط بها ووصف شعوره تجاهها كان في حاجة زيادة عن الإعجاب العادي، إحساس مريح، وإني عايز أشوفها مرة تانية وأعرفها أكتر. حمائي تقرب من عائلة زوجته لرغبته في الارتباط بشكل رسمي، وأكد أنه حصل على رقم زوج أختها الكبيرة وكلمه في البداية، وبعدها بدأ يتقرب من العائلة وتقدم لخطبة زوجته. حمائي أكد أن زوجته لها ذوق عال ومميز في المزيكا، وكانت تلعب بيانو في فترة سابقة. حمائي يهتم بأن يناقش زوجته في أغانيه الجديدة، لأنه يهتم بالاستماع لرأي شخص ذوقه حلو في المزيكا أكثر من رأي المتخصصين. محمد حمائي يعيش حياة مستقرة برفقة أسرته منذ سنوات، ورغم إبعاده لابنته فاطمة عن الأضواء، لكنه مؤخرا جعلها تظهر في عدد من الفعاليات التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.